ونبلغها لكل خلق الله أجمعين طهارة الله وإخلاصا لدين الله وإخلاصا لله سبحانه وتعالى وامتثالا لأمر الله ورسوله. قل هذه سبيلي في كتاب الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا مشركون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغوا عني ولو الإسلام. إيه الإسلام؟ تبتدي يعلق
يبقى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى دين الله مش بالإكرار، الدعوة إلى دين الله بإن حضرتك أنا أصلا كنت هزك أتعلم كتاب الله وأعلمه وأعمل به وأبلغه عن طريق عملي في هذا الدين في هذا وأن نفعنا الله وإياكم لما يحب الله سبحانه وتعالى ونفعنا الله وإياكم ويسر لنا ما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى. يبقى ده كده آية من كتاب الله، يبقى كده وده تعليم آية من كتاب الله. طيب عشان أحقق ده، عشان أعمل بالآية دي، لابد من السنة المطهرة الشريفة، لأن المنهج العملي هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي أنزل عليه هذا الإيه؟ هذا القرآن. عشان كده ناخد حديث من أحاديث سيدنا رسول الله، وما ينفعش ناخد الآية من غير ما ناخد حديث. هي عشان ما يبقاش لا تقربوا الصلاة، وأبقى عايز طب عايز أنفذ بقى، عايز ربنا يكرمني وآخد العطاءات الله يكرمني كده، يبقى عشان كده بنقرأ.
أن يكون خيرا لك، عشان تعلموا لك. لأن إذا جات لكم سهلة كده وبعدين فرقت الله أعلم دلوقتي ولسه النبي موجود ولسه الدنيا يعني آخرها وفلان وفلان كتير. طبعا الاثنين ده تشريع الله سبحانه وتعالى. إيه؟ عسى الله سبحانه وتعالى أراد الخير. يعني الله بيقول لنا إيه؟ إذا كان أيام الصحابة هم اللي بيتلاحوا دول صحابة، ومع ذلك بيحصل منهم كده في وجود ومش عارفين الخير فين بدقة، ومع ذلك بيحصل منهم كده. طب ده لما قال لهم بقى ليلة القدر كده الفلانية هيعملوا إيه؟ أو اللي جايين بعدين كمان بقى اللي جايين بعد أيام الصحابة. يبقى عشان كده سيدنا قال إيه؟ وعسى أن يكون خيرا لكم. وفعلا بيحصل إيه بقى دلوقتي؟ الناس تيجي بقى رمضان تبتدي بقى تدور على ليلة القدر من أول رمضان، وطلع فعلا من العشر الأواخر، ويبتدي إيه العبادة تزيد، وعند العشر الأواخر ينزل الناس بقى إيه يلتمسوها في العشر الأواخر، ويلتمسوها كمان في وتر العشر، يبقى في كده إيه؟ يبقى الشكل العام بقى كده إيه؟ إصلاح للمشكلة دي اللي هي إيه؟ اللي هي تلاحي فلان وفلان. الله سبحانه وتعالى لما رفع كده المعلومة رفعها خير، لأن الله سبحانه وتعالى ده يفعل الله سبحانه وتعالى لا يفعل الا الخير دائما. نسال الله سبحانه وتعالى ان يكرمنا بالخير الذي لا يفعل. وعسى ان يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس. يبقى الفاظ الحديث دوت التماس ليله القدر في 27 29 25 والاخر ده التسع السبع والتسع والخمس، يعني ليله 27 ليله 29 ليله 25. الترتيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم اول ما بدا في الحديث هنا بدا بالسبع، ما بداش وما رتبش، يعني هو قال السبع وبعدين طلع للتسع وبعدين نزل للخمس، وما قالش مثلا الخمس والسبع والتسع، او قال التسع السبع الخمس، لا بدا بالسبع. رغم ان ترتيب الكلام من السبع في المنتصف سواء كان هيمشي تصاعديا او تنازل، لانه من هنا رجح اكثر العلماء او كثير من العلماء انها السبع، لان يعني كانت اقرب حاجه لزي من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما قال يعني قال السبع وبعدين ما راحش سبع وابتدى ايه؟ يعني قال السبع وبعدين طلع التسع والخمس، يعني ما قالش 25 27 29 او هي او تدرج 29 27 25. هو الكلام ان ايه؟ المنطقي لما يكون حد هيقول معلومه بسهوله، انما بدا بالسبع اللي هي في المنتصف ما بين التسع 29 وما بين ال 25، فهي اقرب الايام لليله الايه؟ القدر. وفي احاديث ثانيه انها ليله 21 والله موجوده في صحيح البخاري. فالتماس ليله القدر من ليله 21 اللي هي بالمصابح 21، يعني يوم 20 بالليل مصابح 21 والليل وهكذا جميع ليالي الايام العشر، وخصوصا الليالي الوتريه سواء كانت 21 ليالي 20 بالليل ويوم 22 يوم 24 يوم 26 يوم 28، كل الايام دي اللي هي بيبقى الصبح ايه؟ وتر، يعني يوم 20 صابح 21 يبقى ده بالليل كده عزم تكون دي ليله القدر. طب يوم 22 اللي هو صابح 23 عسل كل القدر وهكذا. هذا حديث من احاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستفيد من هذا الحديث استفاده كثير جدا لان ده التطبيق العملي لكتاب الله سبحانه وتعالى، عدم التلاحي عدم الاختلاف، لا تختلفوا فتختلف القلوب، واصلاح ذات البين. لان يعني كل ما نكون في وفاق وفي محبه وفي سلام بيننا وبين انفسنا والاخرين كلما كنا اهل
تستلزم ايه؟ تستلزم العقوق على طول، اللي هو المغسله والغل والحقد والتلاعب والاختلافات القاضيه وتضييع الوقت.